بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. نزول عند رغبة الكثير من التلاميذ. درنا فيديو سابق في القناة شرحنا فيها الكتابة العلمية. كاين بعض التلاميذ قال لك ما فهمتش الكتابة العلمية، مازال ما فهمتش الكتابة العلمية. إذا رانا درنا لكم الآن فيديو، راني نتبع التعليقات تاعكم واحد واحد. أي سؤال ولا نعاود الفيديو من جديد. قال لك اعطي الكتابه العلميه لكل من الاعداد التاليه، اعطانا هذه مجموعه من الاعداد. قال لك اعطي الكتابه العلميه. اولا الكتابه العلميه هي ما تكتب، اي عدد يكتب من الشكل ا في 10 اسع، حيث ا هو ماذا؟ هو عدد عشري مكتوب برقم واحد قبل الفاصله. ا كي داير؟ وغير معدوم. وهنا الآن عدد نسبي صحيح. لاحظ معي هذا الفيديو، قال لك 546 كتبها لي على شكل كتابة علمية. قلنا في فيديو سابق قال لك في 10 أسعار، ما لازمش نخلط بين الفيديو السابق وذي. هنا كتابة علمية، هذا قال لك برقم عشري. في الفيديو السابق قال لك عدد طبيعي. لاحظ معي قال لك 5 نكتب العدد كيما راه، 6 نكتب في 10. إذا الفاصلة وين كانت؟ كانت هنا، ها وكتبتها برقم واحد قبل الفاصلة وغير معدوم. الفاصلة كانت هنا وزيحت بمرتبتين، وزيحت بمرتبة. كي نقول على اليمين أس سالب، على اليسار أس ديره موجب، إذا أزيحت لليمين أس موجب. لاحظ المثال الثاني، نكتب هذا العدد بدون فاصلة، 3 4 5 واحد أربعة خمسة في 10. إذا الفاصلة وين كانت؟ كانت هنا. وين تولي؟ تولي هنا. كم أزيحت بمرتبة؟ واحد اثنين ثلاثة، بيناتهم شحال كاين من رقم؟ كاين ثلاثة، أزيحت نحو اليسار أس موجب. لاحظ معايا هذا المثال، نكتب هذا العدد بطبيعة الحال كي نكتب هذا الأصفار يصبح غير ضرورية، إذا تعطينا اثنين خمسة أربعة في 10. الأصفار كانوا هنا، وين يولوا؟ يولوا عند الاثنان، بين اثنين والخمس. كم يوجد من رقم بين الفاصلتين؟ يوجد ثلاث. أزحناها نحو اليمين سالب. دائما كي يكون عندك صفر فاصل سالب، كي يكون عندك عدد طبيعي هكا عدد غير معدوم، ديرها موجب. خمسة قال اكتبها من شكل كتابة علمية، اللي هي خمسة في واحد، مع أن الواحد أنه 10 أس صفر. أكدوا لي على هذه، وضح لنا بزاف التمارين. نروح للمثال الموالي. عندنا كنا نكتب 2 1 5 4 6 1 2 في 10. ضروب كتبتها كيما راهي. من بعد فاصلة كانت هنا، وين ولت؟ ولت هنا. كم بمرتبة؟ بأربع، تحركت بأربع مراتب أس موجب. لاحظ معي ندير 6 3 4 8 4 في 10. نكتب العدد كيما راه بلا فاصلة، شحال ولا؟ ها ولت لنا 6 فاصل، كنا هذا العدد غير معدوم بمرتبة واحدة وموجب. لاحظ هنا راه مكتوب برقم واحد، بصح كي راه معدوم، وحنا شا قال لنا؟ قال لنا غير معدوم. المثال الموالي، ها هو المثال، جانا دروك 0.13 1365، ندير 1 3 6 5 في 10. كم أزيحت بمرتبة؟ بمرتبة واحدة، تولي لنا واحد فاصل أس سالب، أزحناها نحو اليمين. هنا نفس الشيء، 6 2 4 3 2 في 10. كم أزيحت بمرتبتين أس، هاي مرتبتين أس موجب. إذا هذا بما يخص الكتابة العلمية. هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا أول بأول. إذا ترقبونا في فيديو قادم إن شاء الله.